فرنسا ودعت رئيسها السابق جاك شيراك الذي توفي الأسبوع الماضي عن عمر ناهز 86 عاماً بجنازة عسكرية كبيرة. بدأت بوضع الجثمان لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة قبل أن يتم نقله في موكب جنائزي إلى كنيسة سان سولبي في باريس. وتوافد نحو 30 زعيماً أجنبياً لحضور الجنازة وتوديع الرئيس الراحل، من بينهم الرئيس الروسي بوتين وزعماء سابقون أمثال بيل كلينتون وفرانسوا أولاند، بالإضافة إلى رؤساء حكومات وضيوف وشخصيات أخرى بارزة. لكن اللقطة الأبرز في مراسم الوداع كانت هذه، نشاهد. بطل هذا الفيديو هو ولي العهد المغربي مولاي الحسن، أصغر ولي عهد في العالم، يحضر جنازة جاك شيراك. عمره 16 عاماً وترأس وفد بلاده إلى فرنسا، ووقف إلى جانب العديد من الشخصيات الأجنبية ورؤساء وقادة العالم. لم يكن تمثيل ولي العهد المغربي لوالده الملك محمد السادس في مراسم العزاء أمراً طبيعياً، فكان من المقرر أن يحضر الملك محمد السادس مراسم العزاء بنفسه، لكن منعه سبب قهري هو إصابته بوعكة صحية بسبب التهاب رئوي حاد، وطلب منه طبيبه أن يلزم الراحة لبضعة أيام بحسب وكالة المغرب العربي. وقال الديوان الملكي إن ولي العهد هو الذي سيمثل الملك محمد السادس في مراسم تشييع الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك. هذه ليست أول مرة يمر فيها الملك محمد السادس بوعكة صحية شديدة، فالعام الماضي أجرى الملك عملية جراحية في القلب. لهذا عبر ولي العهد المغربي مولاي الحسن عن قلقه على والده قبل السفر إلى فرنسا، فنشر عبر حسابه على فيسبوك دعاء لوالده وتمنى له الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية، مصحوبا بصورة جمعته مع والده والأسرة. وبعدما كتب ولي العهد هذا الدعاء، دعا عدد كبير من الفنانين والمشاهير للملك محمد السادس بالشفاء العاجل أيضا عبر حساباتهم بالسوشيال ميديا، من أبرزهم الفنانة سميرة سعيد، أحلام ونانسي عجرم وآخرون. بالمناسبة، ولي العهد المغربي مولاي الحسن شارك في الكثير من المناسبات برفقة والده، لكن كانت المرة الأولى التي يستمع فيها المغاربة للأمير الصغير في عام 2009، وهو يلقي خطاباً بين يدي والده الملك في نهاية السنة الدراسية بالمدرسة الأميرية في القصر الملكي بالرباط. ومن بعدها شارك ولي العهد في كثير من المناسبات والمحافل الرسمية.